الكرام، هذا الجيل الذي جاء وصل به الامر الى ان ابا هريرة ماشي جنب المسجد النبوي في بستان خلف البقيع وجد ضوضاء. قال ايه اللي حصل؟ في ايه؟ قال والله يا صحابي رسول الله، في جيل التابعين، يا صحابي رسول الله، رجل اعرابي جاء من خارج المدينة لا نعرف نسبه ولا اسمه ولا قبيلته، فربط ناقته خارج بستان، فقطعت الناقة حبلها وعاثت في بستان صاحبنا خرابا، الاشجار على الشجيرات خربت البستان. فجاء صاحب البستان فضرب ناقة الاعرابي فقتلها، فاستيقظ الاعرابي على ناقته تنفق، فامسك بتلابيب المدني صاحب البستان فلكمه فقضى عليه. اصبحنا امام مشكلة، رجل امام ايه؟ امام ناقة. امسكوا عشان يودوا للقاضي. قال الاعرابي دعوني حتى اعود الى قبيلتي، اوصي وصية لاولادي واعود اليكم. ضحك الناس، قالوا يا رجل لا نعرفك ولا نعرف لا اسمك ولا يعني قبيلتك ولا من اي مكان جئت وتقتل صاحبنا وتريد ان تعود؟ ابو هريرة قال انا اضمن الرجل. ابو هريرة لا يعرف الرجل ولا يعرف منين ولا فين ولا اسمه. فالتابعين قالوا ابو هريرة صحابي الحبيب صلى الله عليه وسلم خبر، اتركوه. مر شهران، الشهر الثالث، جاء اهل القتيل. من الذي ضمن الرجل؟ ابو هريرة. قالوا يا ابا هريرة الرجل لم يأتي. يا ابا هريرة اتضمن من لا تعرف؟ قال ابو هريرة حتى لا يقال ان اصحاب المروءة قد ولوا. فاذا بالرجل يظهر على الافق، جاي اعرابي. اول ما وصل قالوا يا رجل نحن كنا لا نعرف اسمك ولا من اي قبيلة، ما الذي جاء بك؟ قال كي لا يقال ان اصحاب الوفاء قد ولوا، انا قد عهدت عهد ولابد ان ايه؟ ان اتي. فقال اهل القتيل ونحن قد عفونا كي لا يقال ان اصحاب العفو قد ولوا. هذا الجيل من اين نشأ؟ هل نشأ في مدارس لغات اوكسفورد ولا هارفارد، ولا نشأ على حصير رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأريد أن أقول أن عظمة هذا الدين، عظمة هذا الإسلام، في أنه ربى أناس لما